عارفاكي كويس. انا انك ست غريبه صحيح، انزل مع مين؟ انا كنت بعمل شوبينج. شوبينج؟ وانش عايزين اصدق الكلام ده؟ ده انا فقساكي من زمان. ايه فقساكي وفقساكي دي؟ هو احنا في عشه فراخ؟ ايه الالفاظ البذيئه دي؟ لا والله، ايه ده؟ انت اول مره تسمعي الالفاظ دي؟ خلاص يا ماما خلاص، تعالي بس انا عايزاك. خلاص يا ماما خلاص، تعالي بس انا عايزاك. طب يا جماعه انا هستاذن، انا باي باي يا ولاء. لا 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 خليكي، انا هنزل معاكي. انت قلت لابوك انك هتنزل النهارده تتفرج على العفش؟ اه من غير ما تاخد رايي؟ من غير ما تاخدني معاك؟ انا ولاء اللي انا عايش في البيت، هاخد رايك ليه؟ قولي كده بقى، عايز تسافرك بالبنت عشان تروح تجيب لها اي حاجه والسلام؟ ايه اي حاجه والسلام دي؟ ده انا تعقلها لك دهك. خلاص انا مش عايز اسمع ولا كلمه، دي حياتي انا وانا حر فيها، اجيب اللي اجيبه وما اجيبش اللي ما اجيبوش، ومش هاخد حد معايا لا من هنا ولا من هنا. البيت ده انا ولاء اللي هنعيش فيه، فاظن مش من حق اي مخلوق في الدنيا انه يختار او يقرر معانا هنعيش ازاي. انت بتشخط فيا؟ انا مش بشخط في حد معين يا ماما، بس انا بقول الكلام اللي المفروض كل الناس تفهمه. من النهارده ما حدش هيتدخل في حياتي، واللي هيفكر يتدخل في حياتي يا يقول كلام يناسبني يا يسكت خالص. انت واقفه ليه؟ انت مش كنت نازله انت وناديه تشوفوا هتجيبوا ايه؟ يلا انزلوا لما خلاص طمني عليك. يلا انت بتنحى لي ليه؟ انزلوا. اشربي يا حماتي، اشربي يا ماما. لا انتوا هتفضلوا ساكتين كده كتير؟ طيب عقبال بقى ما تقرروا انتوا هتعملوا ايه، انا جوه بشتغل.